اهلا بكم من جديد مره اخرى. ارحب بضيفي دكتور جمال سلامه، استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس. اهلا بحضرتك دكتور. اهلا بك. اهلا دكتور. توقفنا قبل الفاصل بان حضرتك قلت ما فيش مؤشرات ان يكون في حرب عالميه ثالثه، فسمحنا نشوف راي الناس وكمان اسئلتهم لحضرتك ايه ونرجع نكمل نتابع. السؤال اللي ممكن اوجهه له هو بعد اللي بيحصل حوالينا في المنطقه ده والبلبله اللي في المنطقه دي، هل داخلين فعلا على حرب عالميه ثالثه؟ هو ده السؤال الموجه ليه، واتمنى يكون يعني ايه يعني الردود تبقى مفاجاه لينا، يعني احنا عايزين حاجه تطمننا لان الاوضاع حوالينا مختلفه بصراحه. وبعد الحرب اللي بتحصل حاليا في غزه وفي روسيا وفي اوكرانيا والبلبله اللي في المنطقه حوالينا دي، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني انا متخوف، يعني ناس كتيره جدا متخوفه من الاحداث اللي بتحصل حوالينا، فاحنا عايزين فعلا عايزين نطمن، عايزين حاجه تطمننا. هل احنا واقفين على ارض ثابته؟ هل في عندنا المقومات اللي تخلينا اقوى دوله وما نخافش من حد وما نخافش من البلبله اللي بتحصل؟ ده السؤال اللي وجهوه. هل الحروب الخاليه هتستمر ولا هتنتهي؟ ايه اللي هيحصل لو الحرب العالميه الثالثه قامت؟ مين الدول المستفيده في الحروب اللي بتحصل دي في الدنيا بين فلسطين واسرائيل والكلام ده؟ انا عايز اعرف بس مين الدول اللي ممكن تستفيد من حاجه زي كده بس، وهل فعلا الحروب دي ممكن تاثر على الاقتصاد في المنطقه ولا لا؟ في سؤال مهتم ان انا اساله، ايه اللي ممكن يحصل لو قامت حرب عالميه ثالثه؟ انا عاوز اسال الضيف عن الدول المستفيده، مين هم الدول المستفيده من استمرار الحروب في المنطقه؟ هو ده سؤال يهمني فعلا، هو ممكن اللي بيحصل ده يكون بدايه الحرب العالميه الثالثه ولا لا؟ هل ستتوقف حروب الخليه ولا مش هتتوقف؟ الحروب اللي حاصله في اوكرانيا وفي روسيا والحرب دلوقتي اللي شغاله في فلسطين، اللي متوقع ان هو يحصل تاني؟ هو بس احنا عايزين نعرف بالظبط الحروب الخليه ممكن تقف امتى بس. دكتور، دي بعض تساؤلات الناس، واضح ان في تخوف برضو من يكون في حرب عالميه ثالثه. امتى هتتوقف الحرب دي؟ يعني ايه اجابه حضرتك؟ ما انا بقول لحضرتك، لا هي مقدمات يعني شبيهه بالحرب، مقدمات حرب عالميه، لكنها مش بالضروره زي ما قلنا انها تؤدي الحرب عالميه ثالثه. يعني ما نقدرش ان احنا نمشي على تنبؤ، لكن العالم كله او القوى الكبرى يجب انها تاخد في حسبانها فكره انها ممكن تقوم حرب على وده وارد. يعني يعني القوى الكبرى واخده في حسبانها ان قد يكون في فكره اللي هو القرار الخاطئ، يعني ان دوله بتاخد قرار خطا ويؤدي الى حرب عالميه ثانيه. عشان كده بنلاقي مثلا الرئيس في خط اتصال ساخن بين القوى، زعماء القوى الكبرى، زي حتى في عهد الحرب الباردة او كذا كان في خط اتصال ساخن بين الرئيس الصيني والرئيس السوفيتي والرئيس الامريكي لتفادي وقوع فكرة الخطأ او القرار الخاطئ او الرصاصة الخاطئة اللي هي ففكرة انه يعني تحسب لوجود حرب عالمية تانية ده وارد بالنسبة لكل القوى الكبرى، لكنها تقع على المقدمات اللي احنا شايفينها دي تؤدي الى حرب عالميه ثالثه. انا شايف لا، يعني من الواضح ان في تخوف ان يكون حرب عالميه ثالثه. الناس طبعا ما عندهاش استعدادات للحرب ان تكون حرب قادمه، ولكن في مؤشرات في المنطقه بتقول ان في حرب والحرب دي مستمره، فواضح ان في تخوفات دي واصله لرجل الشارع نفسه. هي زي ما قلنا هي هناك مؤشرات لحرب اقليميه كبرى، هذه الحرب الاقليميه الكبرى بتعتمد على عاملين، القوى الاقليميه يعني قوتين اقليميتين موجودين في المنطقه يمكن ان يؤججوا الصراع، اسرائيل وايران. وبالتالي ايضا هم من المثير للدهشه ايضا ان الاثنين هم اللي بايديهم مفتاح اشعال هذه الحرب، ولا سيما بعدما يعني تكاثرت الاقاويل الاسرائيليه والتصريحات الاسرائيليه بتوجيه ضربه الى ايران او محاوله جر الولايات المتحده الى توجيه ضربه الى ايران. فبالتالي انا اعتقد طبعا ان اي ضربه عسكريه الى ايران قد تشعل المنطقه، ولا سيما ان ايران ايضا يعني تسعى حثيثا او انها بالفعل تمتلك اسلحه نوويه مثلما تمتلك اسرائيل اسلحه نوويه. فبالتالي انا اعتقد طبعا يعني ان يعني قيام حرب كبرى في
المنطقة هي بيد إيران وبيد إسرائيل في المقام الأول، وبالتالي أيضا يعني سواء انجرت إليها الولايات المتحدة سوف أن تنجر إليها بطبيعة الحال، وقد تستدعي إيران أيضا يعني بعض حلفائها. إليها ولا هي المفتاح بتكون الولايات المتحدة؟ يعني الولايات المتحدة أنا أعتقد طبعا يعني أن إسرائيل بتحاول أن تضغط بشكل ما أو بآخر لتوجيه ضربة إلى إيران، ليس حتى قبل أحداث غزة وقبل 7 أكتوبر. يعني في عهد ترامب كانت يعني حاولت في ذلك وتحدثت على أننا لن نسكت. إسرائيل بتحاول أن تتقارب مع بعض دول الخليج وتحاول تفزعهم من إيران، وطبعا هي إيران في حد ذاتها هي دولة لديها طموح يعني.